وهقول لحضراتكم التفاصيل. وانا قلت لكم حتى من الاول انه ان شاء الله باذن الله احنا يعني المغرب مش جديد علينا والوداد شخصيا مش جديد علينا، واحنا قدرنا نكسب الوداد قبل كده على ارضه، وبالتالي وقدرنا نحقق القاب كتيره على حساب انديه يعني مغربيه وتونسيه. الاهلي ما بقاش يعني بيحترم طبعا كل منافسيه وكلها انديه كبيره جدا، والوداد والرجاء سواء الوداد والرجاء بما انهم اكبر فرقتين في المغرب ليهم كل التقدير والاحترام، بالتاكيد فرق مش سهله عشان الكلام يتفهم في سياقه الصحيح، لكن في النهايه لو تعاملنا او لو تعامل الاهلي وبالتاكيد طبعا الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني والجهاز المعاون ولاعيبه الاهلي كلها كل الفريق ان شاء الله باذن الله وكل نجومنا مدركين تماما المباراه مش سهله على الاطلاق، لكن ده ما ينفيش ان احنا قادرين حتى لو المباراه النهائيه في المغرب زي ما اقر الاتحاد الافريقي خلاص بشكل رسمي انها تكون في ملعب او مركب محمد الخامس وهتتلعب يوم 30، ودي الحقيقه ماساه انا مش قادر افهمها. يعني فين الاتحادات الاهليه؟ الناس ليه في افريقيا ساكته على حاله الهز اللي بتحصل؟ كيف تدار او كيف يدار ملف الكره الافريقيه في اهم مسابقاتها؟ انا ما بكلمش حضراتكم على الكره النسائيه، ما بكلمش حضراتكم على مسابقات ناشئين، انا بكلم حضراتكم على المنظومه الاهم والاكبر سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه. تعال نقيس ونقول على مستوى المنتخبات، ما اعتقدش تماما انه في حد يختلف انه البطوله الاهم في على مستوى منتخبات الدول في القاره هي بطوله امم افريقيا، وما اعتقدش كمان انه على مستوى الانديه في بطوله اهم، بطوله دوري الابطال. فانه يبقى في هذا التضارب وعدم القدره على التخطيط السليم وعدم القدره على اداره الملفين دول على اكمل وجه، اعتقد يبقى دي دلالات تسمى بدلالات عدم قدره على اداره الامور، فشل ممكن تسميها، كسل ممكن تسميها، سميها زي ما تسميها، لكنها في النهايه الحقيقه علامه استفهام كبيره. انا شايف انه على كل الدول الافريقيه مش بس بتكلم على مصر او على حقوق الدوله المصريه، وبما انه الاهلي حتى هو المتضرر الاول من حاله العك الاداري اللي عانينا منها بشكل كبير جدا، ولولا قدرات الاهلي الاستثنائيه كنا دفعنا ثمنها غالي جدا في بطوله كاس عالم الانديه، وحضراتكم فاكرين كويس جدا تضارب المواعيد بين بطوله امم افريقيا وبين مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه وما نتج عنه مشاركه الاهلي في اولى ماتشاته بدون عدد كبير جدا من اللاعبين، قائمته كانت ناقصه بشكل كبير جدا، وبيتكرر ده لتاني مره مع النادي الاهلي الحقيقه. واحنا عارفين طبعا انه الاجنده الدوليه تبتدي يوم 30، منتخب مصر عنده مباراه يوم 2 يونيو في تصفيات المؤهله لامم افريقيا. يمكن الوداد مش هيعاني لانه ماتش المغرب متاجل عننا شويه، المغرب بتلعب 5 أو 6 يعني هتلعب بعدين بفتره طويله، فبالتالي لاعبتهم الدوليه اللي بيلعبوا في الوداد ما عندهمش نفس المشكله، لكن منتخب مصر يعمل ايه؟ يعني هل مطلوب من الاهلي وهو رايح يلعب مباراه نهائي دوري الابطال انه يضحي بلاعبته اللي هينضموا للمنتخب الوطني، ولا مطلوب من منتخب مصر اللي بيلعب في تصفيات امم افريقيا انه يستغنى عن عدد كبير جدا من لاعبته الدوليه؟ ومش بس منتخب مصر، وارد جدا منتخب تونس، انا مش عارف صراحه ماتشات تونس وماتشات مالي امتى، لكن اقصد اقول اللعيبه الدوليه اللي في منتخب في النادي الاهلي ما تشاركش مع منتخباتها في اولى مراحل التصفيات، كله في اطار العك اللي بتدار بيه كره في افريقيا.